وماشي سوقي نصايب المخطط، انا غادي نكون جالس معكم ونصايبوا اجراءات. وهنا بغيت نرجع للاخ ديال الفقيه بن صالح، لانه تذكرت هذه القضيه ديال الاعلام. صحيح في الذهن ديالي المعركه الاعلاميه يجب ان تبدا، ولكن اعتبرها معركه يعني ديال الجانب العملي اكثر مما هي معركه استراتيجيه، لانه خصنا نوصل لواحد وقت من الاوقات اللي الموضوع ديال مساعدي الصيادله يعني كيدور عليه النقاش. لا اخفيكم، اتصلت بالجزيره مرتين باش يديروا قضيه الحصاد حول مساعدي الصيادله، مازال ما قنعتهمش، وغنبقى كنحك عليهم حتى يدوزوها. لماذا؟ انا ما مساعد صيدلي ما التحاجه، ولكن كنتصور هذه من الامور. في الرباط يتذكر الاخوان ان السي الشعبي برلماني ناط دخل قال لك هو مستعد ان ياخذ الملف. الاخوان ديال قلميم اتصلوا بالفقيه وهو ايضا برلماني مستعد ياخذ الملف. انا قلت للاخوان عبد الصمد ديما كيقولها لي، تيقول لي هذا الشيء عندك السي العمراني المحذور عندي شنو هو؟ انا يعني هذا موضوع داك الشيء اللي قال السي هاشم ديال خص يكون عندنا واحد الدور اجتماعي وسياسي. نحن عندنا مظلمة، قوتنا في أن يتبناها الجميع. اللي بيربح بها سياسيا غندعيو معاه، الله يعاونو الله يسخر لي، وما عنديش مع اعتراض، غير ما نعطيهاش تبنى سياسيا. كتعرف السياسة شنا هي؟ راه غير كنبينها لك أنا كحلة كتقول فيها أنت بيضة، شتي ونجيبها نقول لك بيضة تقول لا رجعت كحلة. هذه هي السياسة فيما يتعلق بيني، وهذا مشروع في العمل السياسي مشروع. فإذا أتصور بأنه خصنا نديرو إجراء نجحوا فيه، بحيث جميع ألوان الطيف السياسي يتبناو هذه الفكرة، نخليوهم كيتنافسوا عليها. وأنا اقترحت في الرباط واقترحت نقاش ثنائي بالخصوص مع عبد الصمد وبعض الإخوان أن ننظم ندوة نقدم فيها وضعية مساعد الصيدلي أي أفق، ولكن ماشي غنجيو ننظموها معكم، لا، خصنا لو بورتور دو بروجي اللي غادي نحاولوا تنظم في قلب البرلمان، ويجيو لها رجال الاعلام والوان الطيف السياسي ونتهاردوا معاهم. النتيجه اللي كنقلبوا عليها شنو هي؟ جوج الحوايج يشعروا. كتذكروا السي الشعبي من تدخل قال لك اول مره كنعرف هذا الشيء شنو هو، كيعرفهم ماشي ما تعرفهمش، صحابو اللي مساعد الصيد اللي جابوهم لخوان ضربات يعرفون هذا جيدا، ولكن كوضعيه ما عمرها كانت عنده واضحه، وراه الانسان عدو ما يجهل. فاذا الا قدرنا نوضحوا لهم غادي نكون ربحنا الشيء الكثير. جوج، ندفعوهم يتعاونوا معنا في هذا الموضوع، لان في نهايه المطاف ستعد مشروع قانون، الا ما كاينش شي واحد اللي حاملو ما غاديش تلقى اللي غيدافع عليه، في احسن الحالات ما غيجيوكش الناس. تكلمتوا على شكون يتكلم على اللوبيا ولا اللوبيات السي هاشم؟ ياك انت اللي تكلمت كما كتبيع اللوبيا في الفرماسيان. الا بغيتي تنجح في عمل داك خصك دير اللوبيات، واللوبيات مجموع ديال اللوبيا. صحاب مراكش كيعرفوا بان اللوبيا مزيان كيفطروا بها في الصباح بزاف، يعني في بوطويل. فاذا هذا نحتاج انه فعلا نضع الاليات باش تكون عندنا قوه الضغط على جميع المستويات. بيناتنا خص تكون عندنا الرؤيه واضحه، اعلاميا نجعل منها قضيه، قانونيا ناتي بمن سيحملها باش توضح المسائل. فهذا الشيء التقدير ديالي هي داخل في الخطة ديال العمل، هاد الإجراءات داخلة في الخطة ديال العمل. ومني غتجي الإعلام عاود الشبكات الإعلامية التلفازة وهادو هنا، إلا دوزوا التصريح اللي عطيتهم في دوزام ركزتوا على المسألة القانونية. هاد الناس كيقدموا دور اجتماعي لبلاد كبير جدا، اللهم إن هذا منكر ما تكونش مهنة ديالهم معترف بها. فإذا هذه كلها داخلة فيما يتعلق بالمخططات. أيضا في المخططات، لانه يعني رجعت بشكل كبير جدا مرتبط، انه كيف قلنا السنه اللي مضات كنت اقترحت قلت نتمنى ان نصل الى مستوى على الاقل تكون عندنا جمعيه في كل جهه. اليوم اتصور انا مصر ان اسمع اذا القنيطره، باش ما ننساوش القنيطره باش الناس ديال الغرب ما يتقلقوش علينا. اما الا كان شطر الراديو الجاي فكك معاه، كتعرفوا تما بيننا والغرب الشطر دا بني حسن، إلا كانش الراضي الجيفك معاه. فإذا هادو هانت عندنا الآن، خذوا معايا التقسيم الإداري، جهة طنجة تطوان عندنا على الأقل تطوان والعريش،
الغرب اشترط ابن يحسن عد وما سمعتش طنجة ويتكلم على الحبيب انت ما تكلمتيش نعم غا ساكن في طنجة انت منين واش اما لي الخميسات بايعين هاد اللاعب المالين طنجة ياك تحت تحت طنجة في الدوزيام وتحت الخميسات غير حضر بيد العام تحت الدوزيام سيري اها مزيان جيد اذا طنجة تطوان عندنا التمثيليه وجده على السلامه كي راك داير غايه راك مزيان ما راكش عيان الحمون في وجده راني عارف كيقولوا جاده بلع الطاقه بلع الطاقة كملي المثل بعدا عنده جادة كيقول لك بلع الطاقة راه نوتصب نوتصب انت وجدي فين عندكم البحر في وجدة ما تقول ليش قدام كي ما يقول له هاش وجادة البوسطة يقول له تنقراف طبعا ما يقولوا لهاش البوسطة وجدا يقولوا تنقراف كانوا مساكن وجدا واش وجدا عندها شي بحر شوفوا المنكر عندهم واحد السقاية في شارع محمد الخامس دابا راه رازا واحد دار لاميناجمون ديال شارع محمد الخامس كانوا يقولوا جدا حنا غادي للبحر فين جا البحر راه غادي للبحر حدا تنقراف السلامة ديالك دابا هذا وجدي 34 36 ساعة عندكم شي سبيطار ديال الحماق هنا ديوه هذا راه اللي قالوا الناس اللي كيهتموا بلي زيسبيس مهدده بالانقراض هذا ماشي بشر مهدد بالانقراض الا ما ديتوش تخبيوه ما الدافع ما الدافع ان يق واش عرفتوا شحال من كيلومتر قطع ولا ما عرفتوش وجده فاس 320 350 كيلومتر لا 450 كيلومتر 350 فاس الرباط 190 الرباط أكادير 550 ألف الصرف هو جي كيتكركب في الطرقان النص ديال المنضد داها ليا الطريق خصكم هذاك الصندوق اللي قال لكم السي أصوبي ديال تيزنيت ديروا بعد باش تخلصوا لهذا الكار هو الأول عاد داك الشيء الآخر وهذا ماشي مخدمين أخوته بحال فايق فين هي فايق فين مشات فإذن هذا عاود يعني كيزيد شعارك أكثر بأن فعلا كاين عبد الصمد ما كاينش والله العظيم شوف أنا متأكد شتي من دابا سنة زي ما كون أنا باصم عليها باصم من دابا سنة ما عرفت بغيت نقول شي حاجة ما عرفتهاش شنا هي متأكد إذن خصنا الآن جوج الجهات إدارية خصنا فاس بولمان أون في ثلاثة الجهات مكناستا في لالت فاس بولمان وتزال حسيمة تونات ولكن ما دام عندنا لا العيون كانوا معنا واحد مره الان رحنا في الداخل ما كاين مشكل فاذا لا يضر كتعقلوا في يعني في 2007 كان واحد الاخ من العيون كان لابس الدراعه وكان واقف لهيه وتكلم من العيون اذا ما كاينش اشكال وراه الصحراء ممثله جهه قلميم السمر واخا العيون تبع العيون بوجدوا الساقه الحمراء فاذا ها المستوى الاول حنا الان غاديين كنعتقد ربحنا مسافة كبيرة جداً